بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن تجربة الكثافة. تجربة الكثافة منقسمة لشقين، أولا كثافة مادة سائلة، وثانيا كثافة مادة صلبة. طب زي ما تكلمنا قبل كده في الجزء النظري بتاع التجربة وقلنا ما فيش مانع نفكر الناس تاني، قلنا إن الكثافة هي كتلة وحدة الحجوم من المادة. الكثافة برمز لها بالرمز دي، والدي بتساوي الام على الفي، يعني الكتلة على الحجم. خلي بالك ان الكثافة بتتأثر بتأثر او بتغيير درجة الحرارة. احنا النهاردة هنبدأ بالجزء الاولاني اللي هو تعيين كثافة مادة سائلة. طبعا الكثافة زي ما اتفقنا قبل كده دي خاصية فيزيائية للمادة. هنبدأ بتعيين كثافة مادة سائلة. هناخد مثال للمواد السائلة، الماء والأسيتون، الأسيتون والماء. طيب إيه الأدوات اللي احنا هنستخدمها في التجربة؟ هنستخدم ميزان حساس، هنستخدم البيكنوميتر، وده هو الأداة اللي احنا بنستخدمها في تعيين الكثافة لمادة سائلة، وبيبقى الحجم مكتوب عليها، يعني في منها 10 ملي بيبقى مكتوب 10 ملي عليه، في منها 50 ملي زي اللي قدامنا ده بيبقى مكتوب عليه 50 ملي. وزي ما قلت لك قبل كده خلي بالك ان الكثافة بتتأثر بتغيير درجة الحرارة، عشان كده ده مكتوب عليه 50 ملي في عند 20 درجة مئوية، يعني تقريبا درجة حرارة الغرفة. عندنا كمان كأس زجاجي سعة 100 ملي، وعندنا السوائل المراد تعيين الكثافة بتاعتها. طيب هنبدأ خطوات العمل. أول حاجة هنعين كثافة المادة السائلة اللي هو الأسيتون. خلاص أول حاجة هناخد البيكنوميتر، نتأكد تماما إن البيكنوميتر جاف تماما عن طريق ونضفه في الأول تماما بالماء، وبعدين بنضفه بالأسيتون، وبعدين بجففه تماما عشان ما تأثرش معايا في الوزن وأنا بوزنه. أول خطوة هاخد البيكنوميتر ده وهو فارغ وأعين الكتلة بتاعته أو الوزن بتاعه باستخدام الميزان. طب نصفر الجهاز. وناخد الكتلة بتاعته 34.12، هنكتب كده كتلة القنينة فارغة. هنا نكتب مثلا ادي السائل الاول الماء، وهناخد كمان سائل تاني الاسيتون، بس انا هبدأ بالاسيتون. كتلة القنينة فارغة اللي هي بنرمز لها بالرمز M1 زي ما احنا شايفين قدامنا 34.12 جرام. خلاص يبقى دي كتلة القنينة وهي فارغة. طيب الخطوة التانية هبدأ أملأ البيكنوميتر بتاعي بالسائل المراد تعيين الكثافة بتاعته. هناخد زي ما اتفقنا السائل الأولاني بتاعنا اللي هو الأسيتون، هبدأ أخد الأسيتون واملأ به البيكنوميتر. خلاص كده انا مليت البيكنوميتر بتاعتي بالسائل المراد تعيين الكثافة بتاعته. هبدأ احط الغطاء بتاع البيكنوميتر. مجرد ما بحط الغطاء بلاحظ تدفق بعض السائل خارج البيكنوميتر. هبدأ بمنديل ورقي اجفف البيكنوميتر من الخارج عشان ما يأثرش معايا في الوزنة وانا بوزن. اجففه تماما من السائل خارجيا باستخدام المنديل الورقي. اخد الكتلة بتاعتي او الوزن بتاعي، يبقى ده طلع معايا 73.31، يبقى كتلة القنينة زائد السائل 73.31 جرام. طب حجم السائل، ما انا قلت لك خلي بالك البيكنوميتر بيبقى مكتوب عليه الحجم بتاعه، فالحجم اللي احنا حجم البيكنوميتر اللي احنا واخدينه في التجربة 50 ملي، يبقى هنا هكتب 50 سنتيمتر مكعب. باقي معايا ان انا هجيب الكثافة بتاعته. انا عندي القانون بتاعي يا شباب، الدي اللي هي الكثافة بتساوي الام على الفي، الام اللي هي الكتلة والفي اللي هو الحجم. طب الام ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن M2 ناقص الM1. M2 اللي هي عبارة عن وزن البيكنوميتر زائد السائل ناقص وزن البيكنوميتر وهو فارغ على الحجم بتاعي. طب انا عندي الM2 ناقص الM1، انا عندي الM2 73.31 ناقص
34.12 جرام على الحجم بتاع اللي هو 50. بالآلة الحاسبة نقدر نجيب الكثافة بتاعة المادة السائلة. هنقول 73.31 ناقص 34 بتساوي 39 علامة 19 على 50، يبقى بتساوي 78%. ممكن لو عايز تاخد الرقم اللي بعده كمان يبقى 783 من 1000 جرام لكل سنتيمتر مكعب. وبكده احنا حصلنا على كثافة المادة السائلة الاولى اللي هي الاسيتون. طب انت لما بتيجي تقارنها ب الكثافة الحقيقية او المسجلة للاسيتون، كثافة الاسيتون 79%، فهتلاقي ان النتيجة هائلة جدا بتاعتنا. يفضل طبعا ان انت تعمل الخطوة او تعيد التجربة اكتر من مرة عشان على قدر الامكان نتلاشى نسبة الخطأ اللي موجود في التجربة. وبكده يبقى حصلنا على كثافة الاسيتون وطلع نتيجة هائلة جدا معانا 78%. طيب هنبدأ في السائل التاني بتاعنا اللي هو الماء المراد تعيين كثافته. نفس الادوات اللي احنا استخدمناها في تعيين كثافة الاسيتون هي برضو اللي هنستخدمها في تعيين كثافة الماء. ميزان حساس، بيكنوميتر، كأس، والسائل المراد تعيين الكثافة بتاعته. طيب احنا خلاص اول خطوة زي ما اتفقنا احنا بنتأكد تماما ان البيكنوميتر بتاعي جاف ونضيف. الاول بغسله بالماء، بعدين بغسله بالاسيتون، وبعدين بجففه تماما. الخطوة اللي بعد كده بوزن البيكنوميتر وهو فارغ، اللي هي بسميها M1 زي ما عملنا برضو في الاسيتون قبل كده. طب احنا عملناها قبل كده والوزنة بتاعتنا 34.12 جرام، دي كتلة البيكنوميتر فارغة اللي هي الM1. طيب نيجي هنملى البيكنوميتر بالسائل المراد تعيين كثافته اللي هو الماء لغاية الامتلاء تماما. نحاول نتأكد ان مفيش فقاعات موجودة في السائل بتاعي عشان كده بيبقى فيه غازات. فانت لو عايز تتخلص من الغازات دي ممكن تسخن السائل بتاعك عشان تتخلص من الغازات اللي موجودة والفقاعات اللي موجودة معاك في البيكنوميتر. طبعا مجرد ما حطينا الغطاء بتاع البيكنوميتر هنلاحظ زي ما تشوفنا كده تدفق بعض السائل خارج البيكنوميتر بواسطة منديل ورقي. نجفف البيكنوميتر تماما من الخارج عشان ما يأثرش معايا فين في الوزنة. وارجع اوزنه مرة تانية وهو ممتلئ. اصفر الميزان وابدأ اوزن الوزنة بتاعتي، طلع 83.92. يبقى 83.92 جرام، ده الام 2 اللي هي كتلة السائل زائد البيكنوميتر. طيب حجم السائل زي ما احنا عارفين، احنا خدنا البيكنوميتر اللي هو حجمه 50 ملي اللي هو 50 سنتيمتر مكعب. طب الكثافة، ابدأ اجيب الكثافة زي ما احنا عارفين القانون، الدي بتساوي الام على الفي. طب انا عندي بتساوي الام اللي هي ام 2 ناقص الام 1 على الفي. طب الام 2 طلع كام؟ اللي هي كتلة البيكنوميتر زائد السائل، 83.92 ناقص 34 اللي هي الام 1 كتلة البيكنوميتر فارغ 34.12 على 50. بالآلة الحاسبة نجيب الدي بتاعتنا، هنقول 83.92 ناقص 34.12 على 50، طلع معايا 99% جرام لكل سنتيمتر مكعب، ودي نتيجة هائلة جدا لكثافة الماء.